شعارنا الله الوطن الملك من أجل المغرب يحفظنا الله من أجل المغرب يحفظنا الله من أجل المغرب يحفظنا الله يحفظنا الله يحفظنا الله استعدوا لتحية العلام أرسل سودي رئيس جمعية جبل للتنمية القروية والبيئية يأتي احتفال اليوم ضمن الاحتفاليات التي كانت تقوم بها جمعية جبل وتقوم بها دوما. اليوم هو احتفال بالمرأة، احتفال بالتلميذة، احتفال بالطفلة، احتفال بالأم والزوجة وكل نساء العالم، واحتفال بالمرأة الصفروية، واحتفال بالمنجزات التي تحققت طوال السنة، احتفال من أجل الوقوف على المشاكل والصعوبات التي يمكن أن تعانيها من المرأة وبالتالي محاولة إيجاد حلول لها. هو احتفال نقف لنؤكد بأن المرأة هي القيادية، هي الشجاعة، هي كل شيء يتجلى فيها. نحتفل من أجل الاستمرارية، نحتفل من أجل نون النسوة، لنقول بأن كل نساء وهن سعيدات إن شاء الله. السلام عليكم، سناء ياسين مديرة مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد مركز الإمام علي. ككل سنة جمعية جبر كتحتفل بالنساء ديالها، هاد السنة كان شعار لاحتفال مغربيات نتطلع إلى تميز أكبر. الحفل اليوم كان فيه مجموعة ديال الفقرات فنية ديال تلاميذ الفرصة الثانية، تلاميذ اللي منقطعين عن الدراسة اللي كنحاولوا ما أمكن أننا نصحوا المسار ديالهم، تلاميذ اللي فعلا حطوا واحد البصمة النجاح في هذه المؤسسة، بالإضافة أن كانوا مجموعة تكريمات ديال فاعلات جمعويات وغيرها داخل مدينة صفرو. كذلك كان تكريم لمجموعة سيدات اللي اشتغلوا بمركز الإمام علي ومركز بن عباد في مكناس سابقا، تم التكريم ديالهم عرفانا وتقديرا للمجهودات اللي كانوا قدموها. نبغي أنني نهنئ نون النسوة بهذا اليوم، دمتن المؤنسات، دمتن المناضلات القويات، دمتن مصدر الأمان والطمأنينة، وكل عام وأنتن في تميز. سلام البخوتي، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني. هذه المناسبة اليوم هي مناسبة اللي كما كيعرف الجميع هي 8 مارس أي اليوم العالمي للمرأة. حقيقة هذا اليوم هذا الهدف منه هو عندنا هدفين. الهدف الأول هو أننا فعلا أننا كنسترجعوا ما تحقق في موضوع المرأة، والهدف الثاني هو ما يجب أن نفعله بالنسبة لهذه المرأة. صحيح أننا قضية المرأة أخذت واحد الشوط كبير بالنسبة في المغرب، خصوصا من بعد الاعتلاء ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله. الموضوع ديال المرأة ما بقاش مناسبة، وإنما ولت جزء من السياسة المندمجة للحكومة، بمعنى ولت أنها واحد المدخل للتنمية. باش يمكننا ننميو البلاد خصنا نبداو من قضية المرأة. هذا علاش وزارة التضامن كتشتغل على ما يسمى بتمكين الاقتصادي للمرأة، لأن المرأة التمكين ديالها الاقتصادي، المساواة، الارتقاء ديالها، الاشتغال ديالها، هذه كلها قضايا كتصب
في التنميه وفي نفس الوقت في تحسين الوضعيه ديال المراه. اذا هذه المناسبه هي مناسبه فقط ماشي فقط الاحتفال والاحتفاء بواحد مجموعه ديال النساء، وانما للتذكير بانها هي قضيه جوهريه بالنسبه للمغرب، وان شاء الله غادي تكون هي المدخل للتنميه ديال بلادنا والمحاربه ديال الفقر. انا سميتي مريم لاسوف، الابن ديالي محمد الروقي. كنشكر هذه المؤسسه بزاف. كان الابن ديالي ما بقاش انقطع عن الدراسه، ما عام يعني تقريبا انقطع، المهم ما بقى باغي يدير حتى شي حاجه، بحال هي اسم الحياه. ملي جبته لهذه المؤسسه التجأت يعني لهذه المؤسسه، لقيت تغيير بزاف الحمد لله. الابن ولا كيقرا دابا داير فندقه كيكمل القرايه الدراسه ديالو، اللهم لك الحمد. دابا حتى الجنس ديالو تبدلات، ولا واحد الانسان واحد اخر، ما بقاش داك الانسان اللي كان في الاول، ولا باغي يقرا، باغي يخدم، باغي الحياه، باغي بزاف الحوايج. انا مريم تلميذه في مؤسسه الامام علي للفرصه الثانيه. هاد المسرحيه اللي قدمنا بغينا نوصلوا بها الفكره ديال اننا ننهضوا من اجل محاربه العنف ضد النساء، ولان المراه هي نصف المجتمع وخصنا نحترموها ونقدروها. انا باز فاطمه، ساكنه في مدينه البهالي الاقليم صفروم. عندي ولدي خي انس كيقرا هنا، داير سميتو نتبع الحلاقه سميتو. كنا فقدنا فيه الامل، ما بغاش يكمل القرايه، عينا وحنا كنقولوا له يقرا وديك الشيء، وقال لك خاصو يخرج، ولكن كيرجع الفضل لهذه الجمعيه وكيرجع لهذه المؤسسه بالخصوص. والسكينه العساريه هي اللي كانت السبب باش جبناه لهنا، لان هي اللي نصحتني بهذه المؤسسه. ودابا تبارك الله تبدل له السلوك ديالو، بقى كيبغي القرايه، رجعت زعما اموره مزيانه احسن من اللي كانت بزاف. كنشكر هذه الجمعيه بزاف، كنشكر هذه المؤسسه بزاف، والاطر اللي تابعين ليها والساهرين عليها كلهم، الله يجازيهم بخير، الله يجعل سيدي ربي يوفقهم. سيده بشرى طموح، مؤطره في مركز الامام علي في الجيل الجديد. هذا النهار كان يوم تاريخي، وكان يوم ديالنا كنساء، ولا يسعني الا ان اشكر جميع الاطر اللي سهرات على هذا الحفل البديع اللي كان بمناسبه 8 مارس، هذا اليوم العالمي للمراه، اللي هو يوم حقيقه الله قليل في حقنا. راه نورمالمون حنا العام كله خصو يحتفى بنا، وشكر موصول لجمعيه جبر وعلى المجهود التي تقوم بها داخل الاقليم، وعلى مدرسه وعلى مديره المدرسه الامام علي، والمجهود اللي كتقوم به في تسيير هذا المركز. هذا المركز اللي عنده واحد الدور الحمد لله، اللي ولا عنده دور داخل المغرب وخارج المغرب، الصوت ديالو ولا صوت عنده كبير، والحمد لله كنفتخر بانني مومبغ من هذه الخليه اللي كاينه داخل مدينه صفرو. وشكرا. الاسم تاعي محمد المغندف، كان عايش في صفرو، مدينه صفرو. كنت في واحد الطريق لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، المهم طريق ما صالحاش، ما فيها تجيش بها الرحمه للوالدين ولا كتجي فيها الا انا، فهمتي. المهم الحمد لله صافي، كنت غادي في واحد الطريق خايبه، فطرحت الوالد والوالده بانت لهم هذه المؤسسه، فهمتي، وصل لهم شي ميساج زين عليها، صافي تحمسوا حتى هما يجيو، فهمتي، ولات عندهم رغبه يولي ولدهم كما هذوك اللي فاتوا. وما علينا، جيت صافي دخلت وليت كنقرا في هذه المؤسسه. صار داز الشهر الاول ما تبدلش، الشهر الثاني ما تبدلش، الحمد لله الشهر الثالث الرابع مالين الدار ولاو تيشوفوا تغيير بزاف، فهمتي. الحمد لله الصلاه العباده بيت البليه بزاف د الحوايج، فهمتي، يعني رضا الوالدين اللي الحمد لله كنخرج قبل ما كنخرج ترضى عليا امي وبا. الحمد لله هادشي كامل بالمجهود ديال الاستاذه سناء وجميع الاطر، الحمد لله خلاص كل شيء الاطر ديالنا كامل. السبب اللي ولات صفرو فاطمه ما تضيعوش هاد الفرصه، حيت اصلا هاد المؤسسه سميتها فرصه ثانيه، فهمتي، وهاد الفرصه الثانيه يعني هي الفرصه الاخيره، حيت اصلا متاكد الا جيتي قريتي هنايا غادي تحسن، فهمتي، غتولي احسن من الاول او بالتوفيق. شكرا. شي كلمه من القلب الام، تهلاو في الام، فهمتي، والام شي حاجه بزاف، شي حاجه بيزار، فهمتي، الام راه اكثر من شي حاجة ما نقدرش نوصفها الأم، راه أكثر من هاد العينين اللي كنشوفو بهم بحق الله. المهم كنبغيك الوالدة، كنموت عليك، صافي. يا رسول الله.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.